اليوم بننطلق وإياكم مع الجمال والكمال والدلال، والقهوة مصبوبة من الدلال. من الدلال عيدها اكتب شو صب من صب من زمزميات احيانا مو متنكة لا تنكة لا اليوم الحسيني رايق عشان كذا جبتها جنبي هنا يا سلام ما دام انها جنبك احنا بنجي جنبك كلها خير ان شاء الله وشو حسيني بس ليش؟ عشان كان جالس جنبي هنا ومرتاح ايه ابو عبد المحسن بديت تمون دايم تجيب الحسيني والباقي ما يجون شلون؟ ايوه ما له كذا انا اشوف اشوف ما في عدل يعني وش الحل؟ الحل انا بقومها ها والله كذا ما صح اجل ابو محمد اما خليه يرجع هناك ولا بجي انا ما في يعني كيف كنت وياه؟ ايوه بجينا ايوه شلون؟ شلون؟ كنا في توبيس طيب صور صور الحين صور خلي صور يا الله شوف جميله والله صوره حلوه احنا وين نروح احنا في مرتبه مرسل بس تاخذون الجو عنا ابو عبد المحسن الثلاثه وين يروحون طيب اي والله احنا ضعنا هالحين احنا في طياره ولا لا يا الربع على الصف هذه ولا فانت شون اي والله والله ايش رايكم اروح انا هناك اروح انا هناك وانتم ها لا المصور شو اسمه هو هشام المخرج اسمه المخرج اسمه ذاك اللي عيد 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 اليوم بيجيب العيد بالتصوير والله حلو صراحة هشام كذا كويس هشام مية مية ما ألكع منها إلا مخرجها الله أكبر أي واحد بيأخذ صورة تذكارية هي الربع ترى كويسة الحين شوفوا أي واحد بيصور صورة تذكارية الآن صوروها ولا أنا أرجع اللقطة يا أبو هشام أرجع أيوة هذه ولا صوروها واعطونا تعليقاتكم في الهاشتاج نعم يعني هالصفه كذا اي يلا استكفى ابو عبد المحسن تشبيهك مو بزين ليه؟ سنة اتش 1 اخر شيء مرسيدس تبي يصير قلت مرسيدس اتش 1 قلت مرسيدس مرسيدس يمكن يصير قلته كلها قلت تشبيه حلو شوي يسوق ابنه اي والله شوي شوي يسوق ابنه تكفى يا الربع اي والله ابو عبد العزيز خوي ابو محمد خوي معناه والله وياك بس وينك ركاب؟ تعال تعال هني تعال لا لا خلي مكاني اكو مكان ما في مكان الله يرضى عليك ما في مكان خلاص خليه ها طيب خلينا نكمل الحلقه على هالاساس طيب لو اقول لك مثلا نقوم الحصين واجي انا يصلح؟ لا لا نوخر الماركه تعال لا 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 تعال ابو محمد تعال 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 لا 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 تعال 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 انا ما اقدر اجلس ابو محمد تعال تعال انا ما اقدر اجلس بدون ابو عبد الله تعال ما اقدر اجلس تعال 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 انا بوازن ابو عبد الله ما شاء الله باقي اثنين تعال 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 هنا والله باقي ابو عبد الله اي والله قاعد بحاله بس قاعد بحاله بس تعال يا ابو عبد الله اخر البركه يلا تعال حبيبي يلا يلا هذه صوره تذكاريه ما هو برنامج ما شاء الله الله بخير ها كيف يا هشام باقي اي والله لا والله كلنا طلعنا والله يلا اللي بياخذ صوره تذكاريه هي الربع يلا تشيز كلكم ضحكه ايوه يا سلام يا سلام ايوه والله حلو والله لو نزل زين نظر اشكالنا ويكفي تصدق كذا كويس الصوره والله ممتاز الصوره مرتاح المخرج الصوره مقلوبه يحط على كاميرا واحده وخلاص واحده بس وجه واحد يا هشام هي الغي الكاميرات الكاميرا هذه والكاميرا هذه خلي الكاميرا هذه لا لازم دول عشان يطلع لنا الشكل الجمال ماسكين صفنا بالعرض لا لا صورة مدرسية هذه لا هو صحيح تقول كاننا فيه فعلا كاننا في عزيمة وفيها ناس واجد مزحوم يعني المكان مجلس مكة اي عطول بالله بالله مروان تعال تعال معنا صاحبي غصني موزن والهوى به يميل ليتني غصني موزن والهوى به يميل ليت من هو غصن مراسل غصني يقطف جناه ليت من هو مراسل غصني يقطف جناه صاحبي ينقش الحنة بكف حزين من
علينا المطوع على القلم والدواء صح لنا عشان نطوع للقلم والدواء صاحبي ينقش الحنا بكف شوف شوف جاي مدير القناة جاي مدير القناة جاي يا الربع مدير القناة جاي قوموا مدير القناة جاي خلصوا احذفوا الاول خلصوا لا يشوف مدير القناة احذفوه اي والله يشوفنا كلها من حسين ها جاويد تسمع سوالف غير